لكي لا ننسى الأشخاص والحوادث والزلازل التي غيرت معالم السياسة في لبنان، لكي لا ننسى من كان وراءها ومن حافظ على لبنان بوجهها. كتاب للموثق جوزيف الياس تحت عنوان كي لا ننسى، تكريما للبطريرك مار نصر الله بطرس صفير وتخليدا لذكرى الشهداء. الحفل الذي حضره صفير تحول من حفل توقيع إلى محطة لاستذكار صلابة البطريرك ومسيرته النضالية في سبيل حرية وسيادة واستقلال لبنان. أولى الكلمات كانت للنائب أنطوان زهرة. يقيني يا صاحب النيافة أن وجودكم يوم وجدتم على رأس كنيستنا هو من عمل الروح في الكنيسة، فيوم ادلهم ليل لبنان وافتقدنا بدرا سطعتم شمسا من بكركي وحولكم بدور في نداء أول في 20 أيلول عام 2000، وهو تماما كمثل خروج الزارع إلى الحقل، فوقع الحب منكم في أرض طيبة وها ربيع بيروت وبعده الربيع العربي يتفتح غلالا من الحرية والديمقراطية وكرامة الإنسان، وإذا عملكم الدؤوب بما قل ودل من الكلام. فيا ضمير لبنان في هذا الزمن البائس واظب على الصلاة والدعاء والبركة، فقد انقلبوا على انتفاضة الاستقلال وهم للأسف يدرون ماذا يفعلون. بدورها النائب بهية الحريري التي وجهت تحية إلى كل الشهداء تحدثت عن دور البطريرك الذي لقبته بقديس الوحدة الوطنية. نسأل الله أن يبارك الشباب والشابات اللبناني واللبنانيات ويرزقهم أياما خيرا من هذه الأيام البائسة. شعب لبنان لن ينسى، ونكبر فيه تلك الإرادة الوطنية الجامعة إذ أراد أن يوثق للبنانيين نزوعهم نحو لبنان السيد الحر المستقل انطلاقا من ذائب كركي. هذا الصرح الوطني الكبير على مر تاريخ لبنان وله في قلب اللبنانيين ووجدانهم مكانة كبيرة، ولسيده الاحترام والتقدير على الدوام. إن مكانة بكركي الوطنية في قلبنا ووجداننا رفيعة جدا، ولها دور أساسي في كل الأيام الصعبة وفي مواجهة كل التحديات. النائب مروان حميدي توقف عند محطات تاريخية منها زيارة صفير إلى الجبل والمصالحة. أكتشف مع جوزيف أن عنوانه يظل للجميع أشخاصا وأحداثا، لارتباط سيرة البطريرك الجليل بحركة الاستقلال الثانية في لبنان التي أطلقها في 20 أيلول، والتي شهد لها وأرفدها بأقواله وأعماله كما بجرأته وحكمته. لم يذعن لتهديد، لم يتساهل مع انحراف، لم يخضع لابتزاز، لم يخش سلاحاً، ولم يساير طاغية. كلمته كلمة حق. ما عشناه في عهد البطريرك صفحة ناصعة من تاريخ لبنان الحديث. فإذا كان البطريرك حويك بطريرك لبنان الكبير، فالبطريرك صفير هو كبير بطاركة لبنان أما البطريرك صفير فجدد توصيفه هذا الزمن بالزمن البائس. وقد عملنا ما بوسعنا لمعالجة الأمور المستجدة بما آتانا الله من قوة وحكمة، وقد مرت علينا وعلى الشعب اللبناني أيام لا نخشى بوصفها من وصفها بالسوداء، ولكننا تجاوزناها بنعمة الله وهدايته ولا نريد العودة إليها. وكانت لنا أيام بيضاء نحمد الله على أنه جاد بها علينا، وقد أظهر لنا الشعب اللبناني
من التقدير والمودة ما نشكره عليه، وأحاطنا من بينهم من هم أصحاب مودة ورأي ومدون بالنصيحة، ونسأل الله أن يجود علينا بأيام خير من هذه الأيام البائسة، ولكنها على بؤسها تظل خيرا من أيام سوانا ممن هم حولنا، سواء أكانوا على مسافة بعيدة منا أم قريبة. الاحتفال الذي حضره عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والذي نظمته الجمعية البترونية للثقافة في قصر المؤتمرات في دبي، ألقى خلاله الموثق جوزيف الييس كلمة شرح فيها مراحل مواكبته للبطريرك صفير وللحوادث الأمنية والسياسية في لبنان، والتي وثقها في كتابه.